معتقلون دون تهم أو إدانات، هذا ما يقوله أهالي المعتقلين قصرا في السجن المركزي بمحافظة أبين، الذين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم، لأنهم لهم حوالي 6 شهور وحقق معاهم. شكلت لجنة من قيادة المحافظ السابق ومدير الأمن السياسي ومدير الأمن القومي ومدير البحث الجنائي، وحققت معهم اللجنة ولم يتضح لديهم أي إثباتات على الأولاد هذولا. متابعة لدى الجهات المعنية بمحافظة أبين وفي مقدمتهم محافظ أبين الذي وجه شفويا بإطلاق سراحهم، إلا أن السلطات الأمنية كان لها موقف آخر. جلسنا مع المحافظ يوم السبت الماضي قبل 10 أيام، وكان موجود مدير الأمن متواجد معنا في اللقاء، وأعطى المحافظ سعادة المحافظ يعني توجيهات المدير الأمن بإطلاق سراح الأولاد الأبرياء، واللي عنده قضية يقدم للنيابة. والتزمنا مدير الأمن من أمام المحافظ أنه بيطلق سراحهم، لكن بعدين لما تواصلنا مع مدير الأمن طلب توجيهات كتابية. 6 أشهر من الاحتجاز ومن جهود أولياء الأمور في طرق أبواب المسؤولين في إدارة محافظة أبين للإفراج عن أبنائهم، إلا أن حيرة وعلامة استفهام كبيرة هي الحاضر الأبرز أمام مساعيهم في عدم الإفراج عن أبنائهم رغم ثبوت براءتهم.